السلام عليكم اختي. انتي نعم انتي بحبك المفرط بدلالك بالفشوش ديالك قدرتي انك تخرجي على ولادك وتنشئي لنا جيل معاق تافه ما قادرش يتحمل المسؤوليه حتى ديال راسو، جيل ما صار حتى صالح. غادي تقولي كيفاش انا الحب ديالي غادي يخليه يخرج على ولادي؟ انا غنقول لك اختي كيفاش. هاد الفيديو هذا موجه لاي ام، اي ام كتبغي وليداتها دير بصح وبغات وليداتها يخرجوا من المستقبل وليدات نافعين صالحين وقادرين يتحملوا المسؤوليه. وحتى البنت اللي باقا ما تزوجاتش راكي حتى انت ان شاء الله مشروع ام، فهاد الفيديو هذا غادي ينفعك وتكون عندك واحد نظره مستقبليه كيفاش ممكن تتعاملي مع ولادك. انا ما غاديش نتكلم فراغ، انا غادي نتكلم كأم، غادي ندوي على هاد الظاهره ام بعد غادي ندوي على تجربتي انا مع وليداتي. قرات واحد الموضوع، واحد المقال ديال واحد الكاتب سعودي، وهذاك الموضوع يعني اثار انتباهي ولقيت داكشي اللي قالو كله في بلاصتو. بزاف امور حنا ما كنردش ليها البال وكنلقاو باننا في الاخر دمرنا ولادنا حتى كيكبروا. عاد كنبقاو نتشكاو، انا ولدي فقصني، انا ولدي عصبني، انا بنتي ما عرفتش علاش هكا ما كتقراش ليا الحر، علاش انا ولادي تعذبت عليهم ما كيحسوش بيا. بالسيف انت ربيتيهم على الانانيه، كلشي كديريه ليهم من صغرهم، ما عمرهم ما تعبوا وداروا واحد المجهود باش انهم يحققوا شي حاجه او انه يساهموا معك في البيت. كيفاش بغيتيهم يحسوا بك؟ وكيفاش انت من صغرهم هما في الدلال حتى غادي يكبروا عاد انت بغيتيهم يحسوا بك ويعاونوك؟ بيان سور لا. هذا المقال اللي انا قريته ديال هذا الكاتب السعودي بعنوان هل في بيتي نظيف ام هو معاق. تخيلي معايا اختي، ولدك كيفاق صباح، تبارك الله راه ولا قدو قداش، سواء هو او الدريه، كيفاق الصباح كيجمع الوقفه كيخلي لك فراشو هكاك مرون، فخاصك انت تنوضي تجمعي داك الخطه ديالو وتقادي ليه البلاصه ديالو وتهوي ليه بيتو، ما كيديرش مجهود حتى انه يطوي الفراش ديالو، كيبدل حوايجو وكيلوح لك حوايجو ديال الدار بيجاما وكيمشي هو كيلبس حوايجو كيمشي كيجلس على الطبله ديال الفطور، وبيان سور كيلقى الطبله واجده في الفطور داكشي اللي كيبغي، شيوات اللي كتعجبو، لا ماما انا ما كنبغيش البيض هكا انا كنبغيه هكا، لا انا مسمن ما كنبغيش مربع كنبغيه مدور. فالام اكيد تحقق الاماني، كتنوض تجمع البيت وتطوي الحويجات اللي نقيين راه غتطويهم تحطهم في البلاكار، والحويجات المسخين راه غتحطهم في السله باش غتديهم تصبنهم وتنشرهم ومن بعد طويهم وترجعهم لبلاصتهم. كينوض هذاك الدري كياكل وكيجمع الوقفه كيمشي للكوليج ولا الليسي ولا لافاك ولا هذاك الماكله، لا هو تعب في انه ناض يعاونك فيها حتى برد اتاي ما عمروش، ما كينوض حتى يعاونك انه يجمع الطبله، يقول مسكينه الوالده راه من الصباح وهي فايقه، ينوض داك جمع على الاقل الطبله ويحط المعينات في الكوزينه ولا يغسل لك يدوز لك دغيا على داك المعينات ولا جامي. ومازال اكثر من ذلك يتفشش ويتقلق، هادشي اللي كاين في الفطور، هادشي اللي كاين في الغداء، انا هادي ما كناكلهاش، انا هادي ما كتعجبنيش، او حتى من الصباح وتي كتقولي انا واقفه في الكوزينه، هادشي اللي وجدتي كاع اش كنتي كديري كاع بسلامه. كيستقل من مجهودك، كيستقل من تمارينك الضربي، ما كيقدرش داكشي اللي انت كديري على قبلهم، كيولي كيبان ليه بلي هذيك راه ابسط واجباتك كزوجه وكأم، ما كيشوفش انك كتعاني باش توفري شي حاجه لهذوك الوليدات، باش انك توفري سبل الراحه دوك الوليدات، ما كيدير مجهود حتى في شي حاجه، بالعكس غير متطلب. حتى الا شي حاجه خسرات في الدار، حتى شي حاجه خسرات في الدار ما يديرش واحد المجهود يدخل للانترنت ويقلب كيفاش داك الحاجه، لا اي حاجه خسرات هذيك المسؤوليه ديال الاب، ماشي يجيب المعلم ولا هو الا عنده شي الا عنده شي ماتيريال راه نودي قادو. والاعمال البيت ديال البيت راها مسؤوليه ام، وانت شنو الدور ديالك في ديك الاسره؟ لا انت الدور ديالك جيبينك خاصو يوفروا لك سبل الراحه كامله. ايوا وانت اش درتي لهاد الاسره اختي؟ ولد كبر بهذه الطريقه هذه، كيفاش بغيتي يكبر ويخدم وتكون عنده ديك الثقافه ديال المشاركه، ديال انه مثلا خصو يعاون والديه، مثلا والديه كبروا ما بقاش عندهم القدره ديال انهم يخدموا على رؤوسهم، انه مثلا يوفر واحد شويه مثلا والديه يعاونهم، او مثلا الممرضه انه ينوض ويعاونها، مثلا شاف الممرضه ديك النهار ما قاداش ينوض يعاونها يجمع معها الدار. كيفاش بغيتي ولدك ينوض تكون عنده هذه المبادره وانت ما عمرك ما عودتي ولدك انه يساهم ويشارك في الاعمال المنزليه؟ كاين العائلات اللي مقتدرات ماليا ماديا وممكن انها تجيب منظفه وتجيب مساعده، وكنت كتقول لك لا انا ولدي نوض يعاوني، علاش؟ بغات تكبر فيه،
المشاركة، حس المشاركة والمساهمة في البيت. هو يدير حاجة، خوه يدير حاجة، أخته يدير حاجة، والأم تدير حاجة. هاد المسائل كتكبر مع الطفل. أما إذا جيتي تكبر وبغيتيه سي تخو تار، فريمون سي تخو تار. وهاد الولد هذا شي حتى إلى تلطف وجلس معاكم هكا يعني في ذاك الجو العائلي، راه هاز التليفون. الا بغيت تفضل عليكم بواحد شويه ديال الوقت راه هاز التليفون، جالس كيطمن على صحابه في المواقع، الا شي واحد عنده شي مشكل يدعي معاه يساندو، ولكن باه عنده مشاكل في الخدمه مع الصب كاع ما عارف هو كاع شنو وقع على باه. امه مريضه طالعه سخانه ما قادش تنوض تطيب ولا تدير ولا، ورغم هكا كتعافر وكتنوض وما يقولش للوالده ما يكون عندك بس باش نعاونك في شي حاجه. كيهز الهم الناس اللي معاه في المواقع اللي زامي في الفيس وفي ما نعرف التيك توك وفي هذا، ولكن والديه ما كيهزش لهم المسؤوليه، وما اللي يساليش مع الوقفه ويمشي للبيت ويسد عليه، يا اما ينعس يا اما يهز التليفون يبقى ثاني سهران حتى نص الليل، داخل طالع هابط اشنو كاين اخر ما كاين في الانستغرام، اخر ما كاين هنا، اخر ما كاين من هنا، اخر ما كاين ديال اليوتيوبرز اللي هو متبعهم، ولكن والديه اخر همه. كيفاش اختي بغيتي هاد الدري حتى يكبر وانت توصلي للعجز ديالك ويبقى فيك الحال، تقولي انا مريضه ولدي كيشوف فيا مريضه وما قراش ليا الحر، بنتي كتشوف فيا كنتقطع، بنتي كتشوفني كنتعذب، بنتي كتشوفني مريضه وما كتقدرش تنوض انها تتهز ديال كاس من بلاصتو، ولا تجي عندي تقول لي ماما شنو خاصك، ولا ماما مالكي، ولا ماما كيفاش ممكن نعاونك، ولا كيفاش بغيتي هادشي وانتي من الاول ما عودتيهش. علمتي انك اي حاجه حل عليها فمو تحضر، ديما حوايج مصبنين، ديما ماكلتو واجده، ديما بيتو نقي، المصروف ديالو ديما كاين. اذا كيفاش بغيتي هاد الولد يعرف بقيمة المشاركة في الحياة؟ هو عمرو ما شارك، هو كل شيء عنده موجود وكل شيء عنده حاضر. اختي انتي والاب بهاد الفشوش وبهاد الدلال وبهاد الحب اللي اكثر من اللزوم، واخا حنا كنا كنبغيو ولاداتنا، ولكن الحب خاصو يكون حب نافع، ماشي انا نبغي ولدي ندسرو اكثر من القياس، ماشي انا نبغي ولدي ما عمرني ما نعاقبو الا غلط، ما عمرني ما نلومو ولا شو كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك. لاي حاجه دارها ولدي لا انا ولدي ديما على صواب، حتى الا مثلا ولدك دابس في الصف ولدك اللي ظالم، لا علاش هذاك يضرب لي ولدي، واخا هذاك راه غير ردة فعل ولدك اللي ظالم، لا خاص حتى شي واحد ما يدوي على دوي في ولدك، حتى واحد ما يقرب لولدك، حتى واحد ما يدور في ولدك، لا انت يا ولدك هو الملك اللي نازل من السما. شتو حتى القضيه ديال تحقيق رغبات ولادكم، اي حاجه بغاها الدري هاك، ماما بغيت الفلوس هاك، ماما بغيت نشري هذه هاك، ماما خرجت بلاي ستيشن الاخرى واخا انا ما غنخرج نجيبها لك، ماما عجبتني هذه في واحد الستيت بغيت نشريها واخا هاك. اختي ولدك غادي يوصل واحد السن او بنتك توصل واحد السن، طلباته غتكبر، الا هو دابا باغي لك واحد الحاجه ب 500 درهم 600 درهم، غادي يكبر شويه غيبغي ديال 1000 درهم ودال 2000 درهم و 5000 درهم، وما غتبقايش قاده تسيطري على رغباته. غادي يجي واحد الوقت غتقولي ولدي انا ما قادرش نحقق لك هذا الشيء بزاف عليا، هو دابا صافي داكشي مابقاش قادر يضبط راسو، هو التعود على انه اي حاجه بغاها كياخذها. دونك نهار انت غادي تقولي ليه لا، غادي يولي واحد الطفل متمرد، غادي يولي يتمرد لك في الدار، وتلي ملي ما قداش عليا علاش والديني، صحابي عندهم صحابي عندهم صحابي عندهم، علاش انا اللي ما يجيبينش ليا، وعلاش انا اللي تقولي ليا لا، وعلاش علاش ولفتيه. ولكن لو انك النهار الاول حاجه تجيبيها ليه، هادي تقولي اه واخا ماما هادي نقدر نجيبها لك، هيا هادي سمح لي ولدي ما عنديش الفلوس ديالها، واخا يكون عندك الفلوس ديالها سمح لي ولدي ما عنديش الفلوس ديالها وما غاديش نقدر نجيبها لك، مره اخرى ان شاء الله. ملي تخرجوا هكا للسوبر مارشي ولدك غتعجبو هادي وهادي، قول له شوف ماما غناخذ لك هادي وهادي، ولكن هادي وهادي لا، هادشي بزاف عليا ما غنقدرش. ولدك غادي يتعود على انه مره غادي تحقي ليه الرغبات ديالو، بعد مرات غتقول ليه لا، غادي يولي شي حاجه عنده في الداخل ديال مخو شي حاجه سميتها اه ولا، شي حاجه سميتها ممكن وغير ممكن، شي حاجه سميتها عندي وشي حاجه سميتها ما عنديش. ولدك كيتعود على هاد الامور، ملي كيكبر كيولي هو يقمع رغباته، يعني ملي غادي يشوف واحد الحاجه هو اوتوماتيكمون غادي يقول وراه تقدر هاد المساله ما ماما وبابا ما عندهمش الامكانيات، هو بوحدو غيولي يحشم، يعني ما غيبقاش اي حاجه يقدر يطلبها منكم،
وقدر انه بوكو با قدر يكبر شويه، انه يشوف عنده رغبات باغي يحققها، غادي يولي هو يخرج يخدم باش يعاون راسو، يقرا اون باراليل يخدم، ويقدر انه هو يحقق داكشي اللي بغى لراسو. نفس الشيء بالنسبه للمساعده، ملي كيكبر ولدك من صغره، من زعما من صغره وهو كيعاونك في الابتدائي، كيعاونك بامور بسيطه، ماما جمع الطبله، سير الحانوت جيب الخبز، ماما ركل غير الكويسات دوزهم دغيا غسلهم. كيوصلت لمرحله الاعدادي، غتعاوني ماما انت غادي تجمع البيت، انت ماما غادي تكلف الكوزينه، غتجمعها وتحك البوطه. قلت له ماما راه الصاد تشوف وجهي، واو، بدات البوادي ديال الصيف. ولدك تاني ملي كيطلع الاعدادي، تاني ملي كيطلع زعما الثانوي، كتبني تاني امور اخرى، ولدي غادي تولي مثلا تطيب معايا، غادي تولي دير هادي، غادي تخرج تقدا، نعطيك لا ليست، تخرج تتقدا تجيب داكشي كامل اللي خاص للدار. تري كيتعود انه كيشارك، الى الام كي مريضه ولا ما غاديش يجي داك التقاعس، وانا عاد غادي نوض نطيب، وانا عاد غنوض نغسل المواعين، لا كيكون هو متعود. اون فوا غادي يشوف ام عيانه، غادي تقول لهم ولدي الله عيانه، انت اللي غتكلف اليوم، يلا تكلف انت وخوك ولا انت واختك، انت دير هادي وانت دير هادي. كينوض بكل رحابه صدر، علاش؟ لابيتود، ولف انه كيقضي معاك المسائل ديالك في الدار، كيحس بيك، تقدري بلا ما تطلبي منه، ماما الوالده غير جلسي انا غادي نوض. ولكن تخيلي معايا ولدك في الفشوش 14 عام 15 عام 16 عام، حتى في لحظه كتبغي تفيقي في ولدك داك حس المسؤوليه. انا وحده كنعرفها، واحد الانسان عزيز عليا بزاف كتعاني دابا مع ولدها، يعني واحد الانسان مقربه، ولدها تبارك الله كبير، يعني راه في الجامعه، من الاول لا الراجل، الراجل ما كيديرش الشغل، لا هادي لا ولدي، لا هادي اللي بغاها ولدي. طلع الجامعه، وصل واحد لقيته ما مسوقش، ما باغيش، ما بقاش بغى يكمل قرايته، يتسنى والديه يعطيوه. تصوروا ان الام كتخدم برا وكتجي بعض المرات مريضه، مريضه كتقول لك حتى داك برا الاتي ما ينوضش يعمرو، في رمضان كتجيب واحد المده بسيطه قبل الفطور، وولدها راه نهار كامل مشبح في الدار، وباش انه ينوض ويقلي مثلا داك الحوت، الحوت راه كاين في الثلاجه، ولا الكفته راه كاينه في الثلاجه، غير باش ينوض يقليه، ولا ينوض الحريره مثلا راه طيبه خاصو غير الدور، غير باش ينوض، لا تسنى حتى تجي مو. واحد المره قالت لي انا مريضه، اد الاذان وانا مريضه، وما ردوش لي الباب انني مريضه في الدار، كيغوتوا مال الفطور ما كاينش في الطبله، ومال هادي، واش هاد الدار هكا انت دابا بالك الفطور ما كاينش، بقى فيك الحال الصيم وما غتفطرش، وما بانتلكش امك اللي عندها مشكل في القلب ومريضه ولا. انا قلتها لك قلت لها ما تلوميش ولدك، انت نهار الاول ما عودتيش انه يعاونك، ولفتي انه اي حاجه بغاها، كل رغبات اوامر، دونك ما تجيش دابا تقلقي تقولي علاش ولدي ما كيحش بيا، وعلاش ولدي ما كيساندنيش، وعلاش ولدي ما كيعاونيش. وقلت له شتي النهار هذا غادي يخدم ويكون عنده الفلوس، ما تعاونيش يعاونك على الزمان، حيت ما علمتيهش انه يقرا لكم الحر. فكبر، كبر هو قلبه بارد، ووالديه بالنسبه ليه مجرد اله لتحقيق الاماني. الام راه كتوفر ليه سبل الراحه في البيت من ناحيه الماكله والملابس وكذا وكذا، والاب راه كيعطيه مصروفه، كيتقدى عليه، كيعطيه فلوس باش كيسافر، صافي. هو ما عندوش دور، هو ما عندوش دور في الاسره، هو مستقبل كيشد وكياخذ وكيستافد، ولكن ما عندوش دور ديال الانتاج انه حتى هو يحقق شي حاجه لدوك الاسره. دونك ما تقلقيش اختي، الا عندك وليدات باقي صغار راه باقي عندك الوقت، باقي عندك الوقت، ما تخليش ولادك يكبروا فاشلين. وهاد الدراري كيخرجوا عاهات للمجتمع، كيخرجوا عاهات، ما حتى ملي كيكبروا كيتزوج هذاك الراجل مثلا، وكتلقى بعض المرات فاني، واخا المراه مريضه ولا مراه خدامه ما يتعاونش وياها، الدار مقربه لا ما عندوش المشكل، يعني ما قدر كاع كي قلت لكم في الخدمه يكون فاني، ما يبغيش يخدم، يلقى مراه خدامه يتكل عليها، بزاف ديال الامور وشفناهم. انا دابا بانت ليا 14 دقيقه، يعني ما بغاش نزيد نطول اكثر، مازال غادي نعطيكم دي زيكزامبل من بعد، من بعد والله العظيم الا نماذج انا شفتهم. وحده باش غادي الفينال، والله العظيم الا وحده كنعرفها بيرسونيلمون، ولدها عاش داك الفشوش، الفشوش اي حاجه بغاها، واخا تكون بعض شحال ساويه كتحضر، ما عمرو ما هز كاس في دارهم. تصوروا نهار الدري شد الباك ومشى للجامعه، وكرا في الاول ابارتمون مع الدراري، الدراري ما بغاوش يجلسوا معاه، الدري التكالي يتسناو يطيبوا ويحطوا ليه، الدري ولا كيدوروا فيه، كيقول اسيد نوض جمع حوايجك وصبنهم، اسيد مخلي ماطتك تما نوض، راه ماشي جالس عند امك. الماكله تا خويا بغيتي خصك تشارك معانا النوبه، مره نطيبو حنا مره طيب انت، مره حنا نسيقو الدار، الدري ما يعجبوش الحال، تا من حوايجو
كيجمعهم في كوليو كيصيفطهم لامو في الكار تصبنهم ليه وتردهم ليه في الكار تاني. تخيلوا معايا اش هاد الفشوش، اش هاد الحب المدمر، كتنتظري انت من هاد الدري هذا؟ واش هاد الدري ولا غيهزك في كبرك؟ والله ما غيقدروا، ما تقولش ولدي غادي يكبر ويقدر انني عانيت معاه في الطفوله، لا غيقول لك هذاك واجب وهذاك هو الدور ديالك في الحياه. صافي كبر نهار يخدم غادي يمشي يستقل يدير دارو وانت دبري تعومي في بحرك. ردوا البال اختي، ردوا البال، ردوا البال، ردوا البال، راه انت من تخلقين المعاقه في بيتك. يلا البنات خليتكم في امان الله والى اللقاء.